وهذا يحتاج إلى تأصيل قليلا. نحن بني آدم، معشر بني آدم، خلقنا الله من تراب، خلقنا الله من طين، الطين مبني على تراب، واضح؟ لأننا خلقنا من تراب ليس المعنى، خلقنا الله من تراب فعلا، لكن نحن الآن ونحن موجودون لسنا أجسام ترابية، لكن لأننا خلقنا من تراب فينا ما فيزيائيا ما يسمونها، لكن فينا أننا فينا كثافة، فينا ماذا؟ فينا كثافة، فينا غلاظة، واضح؟ غلاظة هنا مو غلاظة قلب، غلاظة جسد، واضح الآن؟ يعني مثلا لو وجدت قوة، قوة، فأنت لا تستطيع مهما فعلت بجسدك أن تدخل منها إن كانت ضيقة. ظاهر الآن مهم هذا. الجن خلقوا من نار، ليس المعنى أنه نار أمامك، لكن لا بد من أثر أصل النار فيهم، فهم مبني على اللطافة، مبني على اللطافة، بمعنى أن الجني يمكن أن يمر من هنا، تحكمه في جسده غير تحكمك أنت في جسدك. هذا ترى إذا فهمته كثير مما يقال لك عن الجن تفهمه بناء على هذا التأصيل، بناء على هذا التأصيل. يعني مثلا لو أتينا بحيز ضيق جدا وطلبنا من 4-5 رجال أن يزدحموا فيه، فإنه لا بد أحدهم أن يخرج الآخر، واضح الآن؟ أي شيء بهذه الكثافة يحصل هكذا. لكن لو أتيت الآن بعدة شعلة من نار ولها لهب، وأتيت ب15 شعل من لهب في مكان ضيق وأبعدت الشعل، فإن اللهب نفسه يستطيع أن يمتزج بعضه ببعض ولا يؤثر. يعني قد تكون 20 شعلة فيها لهب يمتزج بعضها ببعض، لماذا؟ لأن هذه فيها من اللطافة ما فيها، غير الكثافة الترابية، غير الكثافة الترابية. الجن هذا خلقهم، والإنس ذلك خلقهم، واضح الآن؟ هذا يعينك في أشياء كثر تريد أن تفهمها، حتى عندما من يقول بأن الجنية يدخل في الإنسي من باب هذه اللطافة يدخل، وإلا لو كان له كثافة مثل كثافة بني آدم لم يستطيع أن يدخل، واضح الآن؟